لم تتمكن رئيسة الحكومة الفرنسية من ثني يانيك موريز رئيس بلدية سان بريفان غربي فرنسا عن الاستقالة التي قدمها بعد سلسلة تهديدات له وصلت إلى حرق منزله بعد أن أعلن نيته نقل مركز لاستقبال اللاجئين إلى قلب المدينة. رغم المحاولات لثني عن الاستقالة، لكن الموضوع بات شأنا يمس أمن عائلتي، خاصة أن المعتدي لا يزال طليقا. حرق منزل موريز أعاد ملف الاعتداء على المسؤولين في فرنسا إلى الواجهة، ودفع نواب البرلمان إلى التظاهر وإلى العمل على صياغة قانون يشدد العقوبات على مرتكبي العنف ومطلقي التهديدات والشتائم بحق المسؤولين السياسيين، ويشمل ذلك الرسائل الإلكترونية. هناك شرخ يكبر وحالة من انعدام الثقة تتعمق بين المواطنين من جهة والنخب السياسية والأحزاب التي تمثلهم من جهة أخرى، رغم أن رؤساء البلديات عادة ما يكونون أقرب إلى هموم المواطنين من غيرهم. اتسع نطاق العنف ضد المسؤولين السياسيين في فرنسا ليطال الرئيس الفرنسي نفسه قبل أشهر، فيما ازدادت بشكل كبير نسبة الاعتداء الجسدي واللفظي على نواب البرلمان ومسؤولي البلديات. إلى جانب القانون الذي يدرس تشديد العقوبات بحق من يرتكبون عنفا جسديا أو لفظيا ضد المسؤولين السياسيين في فرنسا، أعلنت الحكومة الفرنسية عن إنشاء منصة لتلقي الشكاوى وتتبع أثر التهديدات ضد مسؤولي البلديات ونواب البرلمان في محاولة لتطويق ظاهرة العنف هذه والتي تتنامى بشكل كبير. عز غريب، سكاي نيوز عربية، باريس.